قناة الفتح بيتنا، الأم اللي ربتنا. قناة الفتح بيتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تلتقون الآن مع هذا البرنامج الجديد ماذا لو، بفضل الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا لو؟ الدرس 38 بعد 200. ماذا لو فهمنا معنى القلب الكيس؟ القلب الكيس هو قلب يراجع نفسه، هو قلب يتأمل حاله، هو قلب لا يدع لنفسه الفرصة أن يتفلت أو ينحرف أو ينجرف. الكيس الذي دان نفسه، يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. القلب الكيس يتسم بالحصافة الذهنية، يعني إيه؟ يعني لا يتمتع بذاكرة سمكية، لكن بيتمتع بذاكرة جمالية، أو بيتمتع بذاكرة حصانية. الأحداث التي تمر عليه بيخزنها جيدا، وبعدين يبدأ يراجع نفسه ويراجع نفسه ويراجع نفسه. لو كنت عملت كده كان كده، ولو كنت، بحيث إن هو لا يعطي لنفسه معبرا لكي يقع في المعاصي مرة تانية. وهذا القلب الكيس، يعني القلب الحصيف، عنده حصافة، بيتمتع بالتركيز العالي في المهام الإيمانية، ولا يسمح لنفسه أن يخطئ إلا إذا كان الخطأ غير مقصود داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأخطاء: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هنيئا لصاحب القلب الكيس، فإنه قلب حاضر، فإنه قلب حصيف، فإنه قلب قريب إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. لا تثبت الملائكة عليه سيئات، لأنه أولج نفسه في الحسنات، وإذا وقع في الهنات أو وقع في السيئات نادى عليه مناد: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.